give you Jannat. I would like to call Muhammad Sabir Danapur for a speech in Arabic. Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala afsahil Arab, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fakhamat ra'is al-ihtifal al-mubajjal, wa duyuf al-sharaf al-muhtarameen, ikhwani al-talaba. أحييكم تحية مباركة طيبة فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الفخامة، كما لنا علم تام بأن القرآن الكريم مصدر عزنا وشرفنا وأساس مجدنا وفخرنا وربيع قلوبنا وغاية أعمالنا، فالقرآن الكريم يفتح أقفال القلوب ويشرح صدور التائهين، فهو نور يضيء طريقنا وينظم دستور حياتنا، وهو رمز لكرامتنا وينور مشاعرنا وأحاسيسنا، فهو السبيل لنصرنا. فالقرآن الكريم معجزة خالدة، معجزة كل العصور، وخطاب الله تعالى بخلقه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزله الله بلغة أهل مكة، فضله على كلام البشر، وهو معجز بأسراره وعظمته وبركته. أعجز العرب عن الإتيان بمثله، رغم أنهم فصحاء وبلغاء. شرف الله تعالى هذه الأمة بهذا الكتاب المعجز الخالد، وأكرمها بتعاليمه النيرة. فضل الله القرآن الكريم على الإنجيل والتوراة والزبور والكتب السماوية التي كانت تحمل منهاج الرسالات لأقوام محددين ولفترة محددة. فالقرآن منهج الأمة وحياتها. إن الأمن والطمأنينة والاستقرار من أعظم أخلاق حامل القرآن. فالقرآن مصدر الأمن والثقة بالله تعالى، فهو كتاب هداية ونور، وهو شفاء لما في الصدور، والهادي إلى الحق والثواب. فنظرا لهذه التأكيدات والفضائل للقرآن الكريم بجميع أشكاله، حفظا وتجويدا وترجمة وتفسيرا، ودعا إلى هذه الخدمة العظيمة الجليلة المراكز الإسلامية والمعاهد الدينية من باب المسابقات القرآنية، يعقدها فضيلة رئيس الجامعة علامة الشيخ محمد غلام الوستانوي، حفظه الله أقسام ساعيه وأجمل مجهوداته في سبيل خدمة القرآن الكريم، وأبقاه خدمة للإسلام والمسلمين، والله على ذلك لقدير. من ترك القرآن ضل عن الهدى، من ترك القرآن ضل عن الهدى، وهل يترك القرآن من كان مسلما؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.